النشرة الإخبارية من القدس.com. أهلا بكم. صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية أمس الجمعة على مخطط الحديقة القومية والتي ستقام على مساحة 750 دنما من أراضي المقدسيين في بلدتي الطور والعيسوية. أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وجود فرصة للتوصل لاتفاق تاريخي مع الفلسطينيين بشرط موافقتهم على إقامة دولتهم منزوعة السلاح وعلى ترتيبات تضمن أمن دولة إسرائيل، وخاصة الاعتراف بالطابع اليهودي لإسرائيل ليشكل ذلك ضمانة بعدم طرح مطالب أخرى في المستقبل مثل إعادة اللاجئين. قتل 31 شخصاً وأصيب 282 آخرون جراء مواجهات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس إثر إطلاق نار على تظاهرة سلمية كان المشاركون فيها يحتجون على وجود ميليشيات في مدينتهم. أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية المصرية اليوم السبت بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أمواله وإيداعها للدولة. أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تبنيها خطة تحدد الإطارات الزمنية لعملية تدمير الترسانة السورية، على الرغم من أن المنظمة لم تجد بلداً يقبل بتفكيك الكيماوي على أرضه. ميدانياً أفاد ناشطون سوريون بأن 75 شخصاً قتلوا في مختلف أنحاء البلاد أمس الجمعة. وأخيراً أبهر ممثل الفنون القتالية والتشويق الشهير جان كلود فان دام العالم من خلال استعراض فائق الجرأة أظهر قوته وبرودة أعصابه، حيث ظهر وهو يقوم باستعراض فوق شاحنتين تسيران متباعدتين ضمن إعلان صوره لصالح شركة تصنيع السيارات السويدية فولفو. نهاية النشرة، إلى اللقاء.